سمعتوا هالقوة كي تهدر اترينمون مع شمسو طريقة إلى بلجيكا حرقة الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بلاد جن وملايكة بلاد جن وملايكة هاني في الحدود همتم شوفوا في بالغابة دك 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 شوفوا راح ندور شوفوا تروتوار في لاغوش بلجيك واللي مقابلو لا فرنسا هاني في الحدود شوفوا لا حرب لا دبابات لا شكوبي لا شيء شوف نحكي مقلا رواد صغيرة باش ما يحكبونيش شوفوا على اليسار بلجيكا وعلى اليمين فرنسا ها هذه الطريق اللي بيناتهم ها شوفوا ما تريكيل شوف هاي بلجيكا وهنا هاي فرنسا نعم ناس حارقه فيها الصوفة ها هاي فرنسا هاي فافا هاي لا بلجيك شوف جارو بلجيك هاي فرنسا شوف باش يكون في علمكم هاني في الحدود هنا لا بلجيك هنا تروتوار هذا لا بلجيك وهنا فرنسا نعم باش تشوفوا ايوي وجاب الجاب للدولة متقدمة الى التخلف بات متخلفة ثيرد وورد السلام عليكم اخوتي نعم راني هنا راجع بقوة تحياتي للناس كامل في الجزائر في المغرب في تونس في ليبيا في مصر في كل اماكن وين كان العرب تحياتي نعم عملت برنامج تدريبي تاع الصدر نعم لان السؤالات اللي بعثوا لي قالوا لنا لازم تبعث لنا تدريب تاع الصدر ما لا عملت تدريبات تاع صدر والحمد لله ان شاء الله ينفعكم كان 5 تمارينات كما راكم تشوفوا عملتوا على جالكم نعم على جالكم نقولها ونعودها باش تعرفوا ما معناتها انسان كيعد دائما قلبه رب مع خاوته نعم رانا القلب ورب مع إخواننا عبر يوتيوب وعبر انستغرام وكذلك نعم كما راكم تشوفوا رانا في التدريب في التحضيرات ووقت حالي راني في الأوف معناتها راني أوف سيزن لكن حافظ على الدايت دائما باش ما تحشاليش نهائيا معناتها نكون متركز يبان أي حاجة تلقى يوسف هو الأول في الاسماء في الصف الاول باش يحضر للبطوله نعم كما راكم تشوفوا عملت هذه التمارينات باذن الله ان شاء الله راح تساعدكم في البناء الصدر عملت الفيزافي عملت ديفلوبي كوشي عملت كثير من تمارينات اللي يساعدوكم ان شاء الله لان اكثريه عندهم كان بعض الناس عندهم مشكل مع الصدر كما حالتي انا قبل كان ما عندي صدر نهائيا لكن بالعمل جاء الحمد لله كما راكم تشوفوا نعم واحد يديها لي باذن الله كاين الاخرين اللي معروفين اللي فيتنس موديل اللي ظلوا تحولهم قولوا لهم يدير لكم فيديوهات كما يوسف راه يدير لكم فيديوهات ويحكي لكم بلغتكم قولوا لهم يا دين الله حنا نظل نساعدوا فيكم ونوروا لكم كيفاش دربوا وانتوما ما كان والو نعم عملت سماه لان عندي الوقت حالي عندي البشطوله تاع سماه باش نرتاح باش العضله نتاعي ترتاح واحد قال لي تعمل في اشارات يا عباد الله راني نقول لك شراني ندير انا بذاتي الحمد لله مستنفعني وحبيت نستنفع ناس كامل سبحان الله العظيم وربي حمدي والله ساعات تقلقوا العبد لكن ما نقدرش نلومكم لان ربنا كما خلقتنا المهم انا لا داعي للكلام زايد انا المهمه هي نساعدك المهمة نتاعي نوري لك
والمهمة نتاعي باش واحد ما يحقرك كي تكون في الجيم ولا واحد ما يمزي فيك كي تكون في التدريبات كي تروح تسأله ويبدأ يتكبر عليك تقول له غير روح برك مزية مزية موجود يوسف أنا فمورينا بفيديوهات والحمد لله كيما راك تشوف هاك تشوفوا تدريبات هاك تشوفوا كيف راني قاسي وراني نونتريني قول برب والحمد لله والحمد لله كيما تشوفوا أي تمارين نحب نزير على الكور تاعي باش نطرطق الأمور كيما راك تشوف هذا والآخر نعم كان بعض الناس محاقرين ها تاع الالاستيك هذا تاع الباند ريزيستنس والله غاركم غالطين انا نقول لكم والحمد لله هذا كي تجربوه وديروا به اروحوا رد لي بالخبر ما تنساش الله يرضى عليكم ماذا بكم تكومنتوا كومنتس نايس كومنتس ماذا بكم تبارطاجوا شير وكومنتس واللايك واعطينا في الكومنتير حوايج اللي تعجبك حوايج اللي ما تعجبكش نعم وماذا بكم لازم لو كان نعود سماع في الزيمبابوي لازم يسمعوا بينا لازم يسمعوا بانافا هذا وكما قلت لكم تبعونا في الانستغرام يا جدكم الانستغرام يعودوا خير مني الاخرين ما كاش خير مني شوف بلادنا راهي فايته 45 مليون في المغرب راهي فايته 60 مليون في تونس راهي فايته 20 مليون هاي الحم والديك هذو ما ياخذوش يتبعوا انافا ويشجعوا كل شيء واش خاسر كي تعمل لايك واش خاسر كي تعفس على الجرس كي يجي الفيديو في السماع في اليوتيوب واش راكم خاسرين ضلوا تفرجوا فيا وكلش وباش تعمل حاجة بسيطة جدا اللي نطلبها من عندك ما ديروهاش هاشني ذا ها عيب عليكم يا سيدي انا نشجعوا فيكم وديروا باش نديروا القلب انا نحتاجكم عليه لان نحوس صوتي يبان في العالم كي نعود في منصه عالميه باش يعرفوا بلي راه يوسف عنده شعب يتبع فيه عنده امه تتبع فيه هذا هو اللي نقولكم عليها راه نظل نقولكم ماذا بكم تسبسكرايب في اي اماكن انستغرام في يوتيوب في فيسبوك لازم يعرفونا بلي ثاني احنا عندنا قيمتنا ثاني يعرفوا بلي راه الناس يتبع فيه وتحبني هذه اللي كنت دائما نعاود فيها ونقولها محتاجكم في هذه كما انتم تحتاجوني في تدريبات انا محتاجكم في هذه لازم احنا ثاني رانا قوه وحنا ثاني راه الامه وكل تشجع خوتها شوفوا في المغرب وكل يشجعوا بعضهم في تونس وكل يشجعوا في بعضهم وحاشا لله كان بعض الناس والو في اسمه في البلادي وبخلينا ربي يهدي ما خلق يلا انا حالتي بعد البيك انترينمون تاع البيك تشيس ورك اوت اي ديستروي ذيم از يو سو ايوي قتلتهم بصح قال لك ابري ليفور لو ريكونفور جو سوي كروفي كرويمو مزيه عندي هذه قلتها لكم ونعاودها هذه احسن حاجه باش ترتاح للمسكل سا سي لا ميور ميثود بور ريلاكسي طون مسكل ابري ان بون انترينمون دور فوالا هاي اون با ايسيي الي ا 1 داكور دونك جي في تشيست دونك فوالا Ça fait trop du bien. Alors, comment après l'effort, le réconfort? Voilà. Bon voilà, après chaque entraînement de n'importe quel muscle, voilà, maintenant, à la balle comme je suis dire, ok, salam alaikum.